طبعا مثل ما تفضلتي قضية سعر الصرف، اليوم اكو وعد انتخابي بصراحة، يعني خلال الفترة الماضية ما قبل الفترة اللي تسبق الانتخابات، وهذه يعني تبنتها بعض القوى السياسية اللي هي تقريبا حازت على يعني على حصة كبيرة من البرلمان العراقي، وبالتالي هي اليوم حتى هي مسؤولة تقريبا عن الحكومة، يعني نعم متمثلة بأغلب أطراف الإطار التنسيقي. يعني نعم هذه كانت ضمن وعودهم هي عودة الدولار، يعني استخدموها كوسيلة انتخابية لعودة الدولار، يعني وسيلة للترغيب الانتخابي والسياسي. اليوم هم يحاولون إعادة النظر بهذه القضية. طبعا هذا البت بهذا الموضوع قد تكشفه الأيام القليلة القادمة، فهمت. يعني من نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة، يعني ويا تقديم الموازنة راح تنكشف الموضوع أنه راح يتغير لو ما يتغير. آراء عدة، آراء اقتصادية، آراء فنية، آراء اللي مهتمين بالأعمال، يعني أكو نوع من أنواع الدراسة لسه حاليا المستفيضة، وجزء هو من السجال الممزوج سياسيا واقتصاديا. طب 5 نمر، شلون صعد هذه ال5 نمر؟ أي خلي أكملك، هذه نعم قضية الارتفاع اليوم الحالي ما مرتبط بقضية هذا اليوم، قضية الارتفاع الحالي هي قضية فنية، يعني متعلقة اليوم بآليات البنك المركزي وقضية مكافحة غسيل الأموال والاشتراطات اللي توضعها وزارة الخزانة يعني الأمريكية. قللوا من طرح الدولار في لا لا، السوق. هم ما قللوا، بس هاي خلينا نحاول يعني نفصلهم، نعم يعني حتى مدائما يفهم اليوم اي أنا اي اي كمواطنة يعني والمواطن اليوم يفهم. هل هي الحكومة راحت باتجاه رفع الدولار؟ لا لا أكيد. إطلاقا، ما نعم هي بالعكس، هي اليوم بدها تناقش قضية نقدر نخفض ولا ما نقدر نخفض. نعم يعني هذا المناقشة بين الاقتصاديين وبين رجال السياسة وبين أعضاء البرلمان دي يناقشون هذا الموضوع. نعم لكن ما حدث مؤخرا في قضية ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية، البنك المركزي ما رفعه، في الأسواق المحلية هي قضية فنية أخرى. إذا نريد نسلط عليها الضوء، سبب ارتفاع أسعار الدولار مؤخرا في الأسواق المحلية مرتبطة قضية الارتفاع هي كما يوصفها البنك المركزي بعرض النقد أو كمية الدولار المعروضة في معروض في الأسواق. السوق. نعم إحنا خلال الفترة الماضية ارتفعت عندنا مبيعات البنك المركزي وصلت ل 300 مليون دولار يوميا، نعم في حين كانت المعدلات في سنة 2019 وقبلها بين 180 190. فهذه الفجوة الكبيرة بدأت تثير تساؤلات حتى في الخزانة الأمريكية، تعالوا أنتوا ليش هذا يرتفع عندكم؟ طبعا هي واضحة، هو مزاد واضح ليش، العملة. ها؟ نعم هذا نوع من أنواع تهريب العملة، هذا تهريب غسيل العملة الأموال يعني وغسيل العملة وتبييضها داخل العراق ثم وين؟ تخرج. وقد تكون هي مرتبطة خصوصا بالأشهر الأخيرة مرتبطة بسرقة القرن، موضوع لأن عندنا خطير احنا هذا. نعم 2.7 2.5 مليار دولار، إذا تريدين طيب من طلعيها أين هذه الأموال؟ نعم يحتاج لها شهرين ثلاثة بحدود مليار دولار بالشهر يطلع، نعم فتطلع على شكل حوالات. وهذه فاجت الخزانه الامريكيه مع الفيدرالي الامريكي وضع اشتراطات على البنك المركزي، انتم لازم تسوون اجراءات اوسع. فالاجراءات اللي سواها البنك المركزي يعني وخلى منظومه واليه جديده للحوالات، شنو سببت؟ سببت بتقليل حجم الحوالات. يعني انا اذا اقدم حواله 100 مليون دولار او 50 مليون بعد ما اقدر، فاضطر اقدم فقط الاوراق المضمونه، اقدمها 10 مليون نعم او اقدمها وترفض، فبالتالي اكو صار عجز في الاسواق من الدولار الآن. هاي الفتره نعم مضت، فهذا نعم العجز هو اللي سبب اكو فجوه بين سعر السوق او السعر الموازي والسعر البنك المركزي اللي هو ثابت على وضعه. نعم البنك المركزي تحدث بموضوع قال انه خلال ايام او خلال اسبوعين، وهذا الكلام صحيح، يعني اذا تكيفت المصارف مع الاجراءات الجديده مع الاليات الجديده وبدات ترجع مبيعات البنك المركزي لمعدلاتها الطبيعيه تخلص المشكلة بالأسواق. تمام.